لم تنحصر تداعيات تفشي وباء كورونا على الجوانب الصحية والاقتصادية والسياسية فحسب، بل طالت حتى الرياضة محدثة تغييرات كبرى في أجندة الأحداث الرياضية. وصلت إلى تأجيل منافسات كبرى ككأس الأمم الأوروبية ودورة الألعاب الأولمبية، وتسبب الفيروس بشلل كامل في الرياضة العالمية التي اهتزت بطريقة غير مسبوقة وتكبدت خسائر مالية ضخمة بسبب غياب الجماهير وتعطيل عقود الرعاية والاحتضان والبث التلفزيوني. المغرب لم يشكل استثناء في الساحة الرياضية، ومع الانتشار المهول لكوفيد-19 كان قرار خوض جميع المنافسات بدون جماهير حرصا على سلامة الأسرة الرياضية من لاعبين ومدربين ومسيرين وجماهير، وهو القرار الذي اتخذ بتنسيق مع الجهات المختصة. ومع توقف الأندية الرياضية وإغلاق النوادي وقاعات الرياضة للحد من انتشار الوباء وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، لم يكن هناك من خيار إلا مزاولة أنشطة الرياضة المنزلية باعتبارها وسيلة للاستمرار في الحفاظ على اللياقة البدنية. ورغم غياب الأجواء الحماسية التي تميز النوادي، غير أن ذلك لم يمنع الكثيرين من الاستمرار في مزاولة الرياضة داخل المنازل. وبعد فترة التوقف دامت 3 أشهر، جاء خبر إعادة افتتاح صالات الألعاب الرياضية ليسعد الكثير من محبي ممارسة الرياضة وليمكنهم من تجديد الصلة مع فضائهم المفضل. لكن يظل الحرص على اتباع الإرشادات المعروفة من تباعد اجتماعي وتوفير المعايير الصحية بدرجة عالية من الدقة عاملين بالغي الأهمية لحماية الجميع من عواقب وخطورة الفيروس. وبالعودة إلى بدايات ظهور الفيروس، صدم الجمهور والأندية معا من فكرة إقامة مباريات بدون جمهور. الرفض حينها كان قويا، لكن تطورات الجائحة فاقت التوقعات، وما كان مرفوضا من لدن العديدين أصبح السبيل الوحيد لاستمرار المنافسة وفق الرزنامة المحددة. وفي حال السماح بتواجد الجماهير في الأحداث الرياضية العام المقبل، لا سيما خلال الألعاب الأولمبية وكأس الأمم الأوروبية، فمن المرجح أن تفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المنشآت والملاعب، كما تشير التقارير إلى احتمال عدم تراجع عقود الرعاية. لكن من المتوقع أن تصبح أكثر دقة في الاختيارات، وهو ما يجعل صناع القرار في القطاع الرياضي أمام تحدي الرفع من جودة التسويق.